نخاف من ايه؟ والرب بنفسه اللي حمينا هو معنا وساكن فينا وللأيام. طب ليه بنخاف لو رضوى دي رح يفصلنا عن حبه؟ ده بإيده شايلنا ملينا سلام. هنخاف من ايه؟ والرب بنفسه اللي حمينا هو معنا وساكن فينا طول الأيام. طب ليه بنخاف؟ لا مرض ولا دي رح يفصلنا عن حبه، ده بإيده شايلنا ملينا سلام. حوالينا أصوات كتير لكن فوقها إلى قدير عالي موجود غير محدود. صوته أقوى من المياه يتسجد كل الجباه ويقول يكون فيكون. حوالينا أصوات، حوالينا أصوات كتير لكن فوقها إلى قدير عالي موجود غير محدود. صوته أقوى من المياه لتسجد كل الجباه ويقول يكون فيكون. هنخاف من ايه؟ والرب بنفسه اللي حمينا هو معانا وساكن فينا طول الايام. طب ليه بنخاف؟ لا مرض ولا دي رح يفصلنا عن حبه، ده بإيده شايلنا ملينا سلام. رفع راية الإيمان مهما تحدانا العيان يغوى بكل السلطان. رح نطلق كلمات حياة وهنعلن يوجد إله ينجي من الموت حنان. رفع راية الإيمان مهما تحدانا العيان يغوى بكل السلطان. رح نطلق كلمات حياة وهنعلن يوجد إله بينجي من الموت حنان. هنخاف من ايه؟ والرب بنفسه اللي حمينا هو معانا وساكن فينا طول الايام. طب ليه بنخاف؟ لا مرض ولا دي رح يفصلنا عن حبه، ده بايده شايلنا ملينا سلام. هنخاف من ايه؟ والرب بنفسه اللي حمينا هو معانا وساكن فينا طول الايام. طب ليه بنخاف؟ لا مرض ولا دي رح يفصلنا عن حبه، ده بايده شايلنا ملينا سلام.